غريب، أنا توقعت إن الأولاد دول هيستغلوا الفرصة ويقولوا لنا حاجات مش قادرين يقولوها قدامنا. اللي يشوفهم وهم مهتمين بالكتابة ما يتوقعش أبداً اللي هم كاتبينه. معقول هم شايفيننا تافهين قوي كده؟ أدخل. بالزهرة، أنا أسفة بس في مصيبة. أنت مش ملاحظة إن كل ما تخشي عليا تقولي لي في مصيبة؟ أنا أسفة بس حضرتك لازم تعرفي. اتفضلي، إيه المصيبة الجديدة دي بقى؟ في ولد اتسرق منه مصاريف المدرسة وهو في الكلاس بتاعه. بتقولي إيه؟ أنا عايزكم تجمعوا الطلبة كلهم عندي هنا وشنطهم هتفتشوا، وإنتوا اللي هتفتشوهم واحد واحد قصاد عيني لحد ما الفلوس تطلع. مفهوم ولا لأ؟ ايه اللي بتعمله ده يا مستر لطفي؟ مين اذن لك تجمع المدرسين وتعمل كده؟ امال انت عايزاني اعمل ايه حضرتك؟ اعمل جايزه للي سرق ولا بلغ البوليس عشان تبقى فضيحه جديده في المدرسه؟ قال احنا ناقصين في مديره مدرسه، لازم تستاذنها الاول. وانا وكيل المدرسه حضرتك، يعني مسؤول زي. طيب يا جماعه اتفضلوا حضراتكم على الفصول دلوقتي وهنبلغكم بالقرار حالا. اتفضلوا. شاكرين جدا يا أستاذ لطفي. تفتيش التلاميذ والطلبة قصاد بعض ده خطر جدا، لأن لو السارق واحد من التلاميذ هتأثر على نفسيته وهنبقى عالجنا المشكلة بمشكلة أكبر منها. صح يا عامر، أنت مظبوط، أنت صح كده. طيب خلاص يا أخوان، يلا توكلوا على الله، يلا فضوها سيرة نفتش إيه وكلام فاضي إيه، يلا عشان الدكتور يستريح. أمال إيه؟ إحنا بصوا نطرمخ الموضوع والواد ده نرضيه بكلمتين كده ونقفل الدكانة، ولا إيه يا أستاذ؟ يا دكتور ايه نطرمخ دي؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده من المدرسين دول؟ انا مندهش يا مستر لطفي. احنا لو عملنا كده هيبقى في مشكله اكبر، وهي اننا بنداري على حد سرق، وبكده الحكايه دي هتتكرر كذا مره ومفيش حد من الطلبه هيامن لزميله بعد كده. ايوه صح كده، المشكله هتكبر زي ما قال الدكتور عامر. انا من رايي نبلغ البوليس ونخلص. نبلغ البوليس ازاي؟ كفايه انا فضايح بقى، وكفايه قصه الامتحانات اللي اتسربت دي. يا جماعه واحنا ايه اللي يخلينا نشك في الطلبه؟ ما ممكن يكون واحد من الفراشين هو اللي عمل كده. ما ينفعش نتهم الناس شغالين معانا بقالهم سنين وعمرنا ما شفنا منهم حاجه وحشه. احنا في كل الاحوال لازم هناخد اجراء، والاجراء ده هيتاخد قبل ما الطلبه تخرج من الفصول. طب ايه الاجراء بقى اللي حضرتك ناوي تاخده ان شاء الله؟ هنطلع كل طالب لوحده بشنطته بره الفصل يتفتش ويرجع تاني، وناخد اللي بعده واللي بعده واللي بعده، عشان لو اللي سارق واحد من الطلبة ما نأثرش على نفسيته. ولا ايه رأيك يا مستر زهر؟ مظبوط، نفذ يا مستر لطفي.